خالص. حاسه ان الموضوع كبر مننا قوي. هو انا يعني يا سلمى اللي عملت كده؟ ما هو انت برضو اتسرعت وارتبطت يا عمر. هو انت زعلانه عشان انا ارتبطت؟ عموما اللي حصل حصل خلاص. عمر انت فاكر بكره ايه؟ عيد ميلادك، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا عمر. يا ترى بقى كنت ناوي تيجي ولا كنت هتكبر دماغك؟ اكيد ناوي اجي طبعا. ماشي، يبقى انا بعد ما نقفل هبعت لك عنواني الجديد في مسج. اوكي اوكي ماشي. عمر لا اله الا الله محمد رسول الله. يس 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 Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Une soin des couleurs. Tu penses que Selma n'a pas été avec moi aujourd'hui? وش دي شكل قمر؟ سلمى وابويا ايه جو العشق الممنوع ده؟ شكلك في البدله قمر يا رش. انا عارف. الف الف مبروك على الخطوبه يا سلمى، والفيلا تجنن. رش دي جابها لي هديه خطوبتنا. وتقولي لي بيتي الجديد جايب لها فيلا سهل. تعرفي ان انت ورش دي لايقين على بعض جدا؟ انتوا هتتجوزوا امتى؟ يعني شهر شهر ونص كده. وهتقضوا شهر العسل فين؟ هنلف في يوروب كلها. الله يرحم ابوك يا بنت نوفل. مامي مامي، انكل عمر جه. انكل عمر؟ عن اذنك. عمر والله ابن حلال، كنت متاكده انك اول واحد هتيجي عيد ميلادي وخطوبتي. خطوبتك يا بنت الكلب؟ ده انا هديكي 30 جزمه على وشك دلوقتي. اتلم ولم نفسك ولم وشك عشان الناس تبص علينا وبنتصور. هديكي 100 شبشب على خدودك اللي شبه الطبق دول. صحيح، نسيت اعرفك على رشدي خطيبي. عارفه عارفه ابو طويله. هو ابو طويله فعلا، بس مش ده. ده رشدي الأكوح، أول علم مصارعة. عمر رشدي، أول علم باليه مائي. ربنا معاك يا بطل، مصر أمانة بين إيديك. سلام عليكم. يا أخي سيبني بقى، يعني بسميتك ينفع كده؟ لا طبعا. ايه بس ازاي؟ حياة امك يا سلمى انا اوريك. انا هرجعك تشحتي تاني واعرفك مين هو عمر رشدي ده. هموت هموت يا شبيح، هموت يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي. انا تشتغلني بنت المراحه وتقولي تعالى عشان عيد ميلادي، اروح الاقيها بتتخطب بتتخطب والواد واقف زي البقف كده يقول لي اهلا وسهلا بنت اللذينه، وتقولي انا بحب الابطال الابطال يا سلمى يا بنت المتضايقه. ماشي انا تعملي معايا كده. ماشي يا سلمى، ماشي يا سلمى يا بنت نوفل. ينفع كده يا شبي؟ لا طبعا. يبقى ازاي ازاي ازاي؟ بس عمر
اهدى حبيبي اهدى. تعال نقعد كلهم كده وليها حل. حل ايه يا ابو حل؟ حل ايه يا ابو حل؟ وابويا ابويا يبقى عارف وما يقوليش اروح هناك الاقيه معزوم عامل لي فيها ام العروسه. ماشي يابا ماشي يابا ماشي. حموت يا جيمي حموت. طب وحيات امك ينفع كده؟ لا طبعا. يبقى ازاي؟ 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 كسرت عمر. ليه كده بس؟ ليه؟ اهدى حبيبي اهدى اهدى اهدى. تعال تعال اقعد اقعد اهدى. صحتك؟ صحتي؟ صحتي يا ابو صحتي؟ ما راحت صحتي، خدت صحتي وفلوسي ووقتي ويوتيوبي يا جيمي، خدت يوتيوبي. فين ال اوس اي حاجه قدام اقعد سيبني. طب انا راضي ذمتك يا جيمي، ينفع كده؟ لا طبعا. يبقى ازاي؟ ازاي؟ حظي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. ده انا بقالي سنتين بجهز في الشقه دي عشان اتجوز فيها، نفسي اشتغل كلها واخرب بيتك. تتجوز؟ عشان تخلف ويجي عليك على اخر الزمن يقولوا لك يا اكل جيمي. انا اكل يا جيمي. بذمتك ينفع كده؟ لا طبعا. عليا وعلى سنين السودا. يبقى ازاي؟ 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 مش عارف مالي، مش عارف مالي، انا تعبان. سوري يا جيمي. سوري يا حبيبي. معلش انا حاسس ان انا دوشتك شويه. انا مخنوق، انا عايز اغير جو. ارجوك يا عمر غير جو. ايه؟ غير جو؟ انت مش حاسس بصاحبك يا جيمي؟ مش حاسس بيا تقول لي غير جو؟ ينفع كده؟ انت كمان ما بتردش عليا؟ ما بتردش عليا يا جيمي؟ ما بتردش عليا؟ صحيتي يا عمر. ايوه يا باشا كله تمام يا باشا والحاجه معايا. انكل انا انكل عمر. والله العظيم يا بابا ما كنا عارفين عواقب اللي احنا بنعمله. يعني هم ممكن يجي في مخيلتنا ان انت وامي تتطلقوا. نتطلق؟ ده انا اتخلعت يا اولاد الموكوسه. سامحنا يا وحش سامحنا. ماشي وانت تقولي لي ورينا وشك الحقيقي واقلع القناع. انا هوريك وشي الحقيقي. انتوا بتصوتوش ليه؟ اصل انت نسيت تحط المية. عملها الكلب مذبوح. عمر وحش. وحش؟ انت خليت فيها وحش يا مذبوح. ما حطيتش ليه مية في البرميل زي ما انا كان نفسي؟ ما انت ما قلتليش. طب اديني فرصة تالتة. الخاين يا مذبوح ملوش مكان بينا. سمعت قلت ايه؟ الخاين ملوش مكان بينا. مقتول. امرني يا وحش. انت حطيت كم معلقه سكر في الشاي؟ ثلاثه يا وحش. وما حطيتش اربعه ليه زي ما انا كنت بتمنى؟ معلش يا وحش غلطة وندمان عليها. وبقول لك واسمعيها، الخاين مالوش مكان بينا. سبق وقلت لكم الخاين مالوش مكان بينا.
مفتوق. أؤمر يا وحش. إيه هتاخد لي مدبوح ومقتول تشويهم وتطبخهم وتحطهم للأولاد على العشاء. حصل يا وحش. ألو. ألو السيدة سلمى بنت نوفل؟ أيوة أنا. مين معي؟ محسوبك لمؤاخذة اللهوي الخفي. لهو؟ يا لهوي؟ أنت طبعا مستغربة إزاي البنات ما وصلوش لغاية دلوقتي. اطمني اتخطفوا. اتخطفوا؟ يا لهوي. قطعوا لي ودان البنات دولم واعملهم لي قطايف. قطايف؟ يا لهوي عمر. الو عمر الحقني. انا سلمى. سلمى مين؟ مش وقته يا عمر، البنات اتخطفت. ولادي ولادي. السلام عليكم. خير يا سلمى؟ في ايه؟ الولاد فين؟ ولادي فين؟ انت اللي خطفت الولاد، انت اللي بلعتهم. ولادي فين يا لكوح؟ انت اللي بلعتهم. بلعت مين يا ابن المجنونة؟ وريني. يا ملك يا ليلى ما تخافوش يا حبايبي، انا بابا، ما تخافوش.